مرحبا، اليوم رح احكي عن Property Browser بالActive Inspire. Property Browser بلاقيها بالبوكس الموجودة على الشمال، خامس ايكون 1 2 3 4 5، لون ابيض. بس اكبس عليها ببين عندي العنوان Property Browser. في حال هيدي البوكس منا مبينة بروح على View بتأكد انه عاملة Check لـ Browsers. اول example، انا بدي من الطلاب يحصروا الطريق The Right Path اللي بيوصل الروكت على البلانت. انا اذا جيت لهون وكبست على الروكت وهيدا عملتها insert media image وحركتها، فيني حركها وين ما بدي. اذا بدي طلع الطلاب وجرب يخلني يحضروا السولوشن وخلي الروكت تمشي على الطريق الصحيح، بدي اول step اعملها انه ارسم الطريق. فرح جيب القلم ورح اختار لون ورح ارسم طريق. بعد ما رسمت الطريق رح ارجع اكبس select وبدي انه مشي الركض على هيدا الطريق اللي انا رسمته. فبعمل كليك عليه وبروح على Property Browser، بنبش على محل اسمه Restrictors. Restrictors يعني to restrict. أنا ما بدي أمشيها وين ما كان، بدي along a certain path، يعني عم بعمل لها restriction. بروح على restrictors، بكبس على الأرو اللي هون وبنبش على can move. can move freely يعني مثل ما بدها، أنا ما بدي إياها مثل ما بدها، فبكبس وبختار along path حسب طريق معين. تحدد شو هالطريق. تحت كان move في move path مع rectangle مع 3 dots، بتبص عليها ببينوا عند ال objects الموجودين بالpage، عند الصورة shape والpen. الpen أنا رسمة في path، لكن path هو تبع الpen، بقله okay. وهون بكون أنا حددت إنه الrocket رح تمشي along the path. وهلأ رح نجرب سوا، بعمل كليك وبمشيها ولاحظوا انه عم تمشي along the path. انا شو ما حركت غير شي ما بقدر مشيها الا along this path. هيدا الباث اللي انا رسمته اذا بدي اياه هيدن وما يبين بس يضل عم تتحرك الروكت along this path، بعمل كليك عليه وبنبش على الشمس وبخفف له الترانسبيرنسي تبعه على الآخر. ساعتها the path is hidden بس الروكت بعدها عم تتحرك along this path. example تاني، رح انتقل ل another page وهالمرة رح نحكي عن شيء اسمه container. شو عملت بهيدي البيج؟ سألت question which one is not a planet، هيدا عملتها insert text T. ورجعت عملت insert media وحطيت picture لبلوتو وpicture لمارس. رسمت بالshape square، عملت له fill من جوا بالأبيض. right answer هي بلوتو. هيعرفوا ليه بلوتو is not a planet anymore فيهم يفوتوا على اللينك الموجود. أنا بدي من هيدا الإكزرسايز إنه الطلاب يجربوا يحزروا، بدون يعملوا دراج للإيمج بقلب الكونتينر بقلب هيدا السكوير. في حال الجواب كان صحيح رح تبقى الإيمج، في حال الجواب خطأ ترجع الإيمج لمحلها. كيف منقدر نعملها؟ أول تريك بدي أعلمكن إياه هو أنا إذا بدي أحط اسم لهيدا الإيمج بدي أكتب بلوتو، بكبس عليها وبروح على Property Browser بنبش على كلمة Label تحتها في Caption. هون إذا كتبت Pluto حطيت Enter رح يعمل لها للإيمج Caption ويحط اسم Pluto عليها. كمان نفس الشيء أنا بدي حط لها Caption للإيمج Mars، فبروح على Label Caption بالProperty Browser وبكتب Mars Enter وبيبين الاسم. الشغلة الثانية، أنا بدي أحدد إنه هيدا السكوير هو كونتينر، بكبس عليه وبنبش بالبروبرتي براوزر على محل محطوط كونتينر، بكبس على الأرو ببين كان كونتين
nothing. لا أنا بدي أقول له إنه can contain specific object. وأنا إذا بدي أحدد الأوبجكت اللي هو the right answer اللي هو بلوتو، تحت can contain في contain object والrectangle مع 3 dots بيكبس عليها ببينوا الأوبجكت اللي عندي، عندي text وعندي صور. هيدي الصورة تبع بلوتو بقول له أوكي. لكن حددت الكونتينر وحددت له شو بيساها الكونتينر وقلت له بس بلوتو. بعد ما خلصنا هون بدي أقول له إنه كمان الإيمج الخطأ أو الجواب الخطأ بده يرجع محله، فهون بكبس على كل إيمج وبروح كمان على كونتينر، وبكونتينر بختار return if not contained true تيردها محلها لكل وحدة في حال كان الجواب خطأ. return if not contained true. وهون منجربها سوا، بتأكد إنه أنا بال presentation mode إذا اخترنا مارس رح يرجع محله، وإذا اخترنا بلوتو رح يبقى. وفي حال بدو يعرفوا الجواب ليه بيعملوا كليك على اللينك وبيوديهم على اليوتيوب فيديو. إذا أنا عندي عدة objects بدي أحطهم بقلب الكونتينر، رح ناخد example تالت ببيج جديد. رح أرسم 2 shapes square، أول square، تاني بدي نفس السايز، فرحت على select كبست عليها وقلت له duplicate حد بعضهم، رحت على T بدي اكتب هون hardware وهون software وبدي اكتب كمان mouse photoshop keyboard MS Word. ماش بدي التكست، برجع بكبس السلكت تظبط كتيبة وين بدي اياها. هلا انا بدي كل مجموعة تروح على الكونتينر المخصص لها. الهاردوير عندي الماوس والكيبورد بدي يكونوا بقلب البوكس تبع الهاردوير، وام اس وورد وفوتوشوب بقلب البوكس تبع السوفتوير. في حال انا اخترت الجواب الخطأ، إذا حطيت كيبورد بقلب السوفتوير بدي إياها ترجع محلها، إذا حطيتها بقلب الهاردوير بتضل. كيف بنعملها؟ هون بدنا نقسمهم لجروبس أو keywords. أول شغلة بعملها أنا كل جروب بدي أعطيه same keyword. الماوس والكيبورد عندهم same keyword لأنه تابعين لنفس الجروب. بكبس على الماوس وبروح على property browser identification، بكبس على الأرو مطرح ما في keywords مع rectangle 3 dots بكبس عليها ورح أعطيها keyword 1. كمان نفس الشيء للكيبورد، click keyword add 1. MS Word غير group بعمل click عليها identification keywords rectangle مع 3 dots add 2. اوكي فوتوشوب نفس الشيء add 2. اوكي لكن هون قسمتهم لجروبس حسب الكيورد. هلا بدي احدد انه كل شيب هو container لا specific keywords. بكبس على الهاردوير نبش على container be container can contain له keywords. بتضوي contain words بالريكتانجل مع 3 dots بتبص عليها وبقول له add، بقول له الجروب 1. اوكي السكوير الثاني can contain keywords contain words add 2.
اوكي بعد ما خلصنا بدي اقول لهم لكل كلمه في حال انحطت بالمحل الخطا ترجع محلها. فيني اكبس على كل كلمه وروح على return if not contained وقول له true، وفيني اعمل لهم select لكلهم وروح على return if not contained وقول له true. هلا حنجربه سوا. جيت على الماوس حطيتها بالسوفتوير رجعت محلها، الماوس حطيتها بالهاردوير بقيت، فوتوشوب حطيتها بالهاردوير رجعت محلها، فوتوشوب حطيتها بالسوفتوير بقيت، كيبورد بالهاردوير بقيت، ام اس وورد بالسوفتوير بقيت. لكن اذا عندي مجموعه اوبجكتس انا بدي احطهم بقلب كونتينر بدي استعمل الكيبورد. Thank you.